الرد على معدل التحجر والتفحم كدليل على قدم الكيانات المتحجرة، الجزء الثاني. اتكلمنا على التحجر وعرفنا ان التحجر ده بيحصل بسرعة شديدة، مش زي ما بيسبق ما يدعوا ان هو بياخد ملايين السنين لغاية ما بيحصل. ايضا التفحم نفس الامر. التفحم هو عبارة عن ايه؟ هو عملية تحول الخشب والمواد الكربونية او المواد الغنية بالكربون الى فحم بالضغط والحرارة، بمعزل عن التحلل البيولوجي والتأكسد. الشجرة اللي واقفة لوحدها حتى لما الشجرة بتموت وبتقع ما بتتفحمش، بيحصل لها ايه؟ بتلاقيها بتبتدي تتآكل وتتفتت وتبقى في الآخر عبارة عن شوية نشارة خشب وتختفي خالص. لو في شجرة وقعت في غابة ما بتتفحمش. ودايما حتى لو تروحوا تزوروا في مناطق فيها غابات أشجار بيقولوا لكم دي دورة طبيعية، لأن الشجرة لما بتموت وبتبتدي تتحلل بهذا المنظر وتتفتت وتبقى نشارة خشب، هي بتغذي التربة مرة تانية علشان الأشجار الصغيرة اللي لسه نامية. فالتفحم بيحصل إزاي؟ لازم المواد الخشبية دي بتتغمر بطبقة برد رسوبية جابتها مية كتيرة، ضغطت الخشب ده ورسبت عليه الطبقة الرسوبية والحرارة كانت مرتفعة قليلا، عشان كده الخشب يتفحم. عشان كده اتعرف المراجع ودوائر المعارف المختلفة ان دايما النباتات اللي هي الاشجار يعني اللي فيها محتوى كربوني مرتفع، لما بيحصل طوفان مية او فيضان مية تتغطى طبقة النباتات بمية وطين مع حرارة الى حد ما في الاربعينات مع ضغط مرتفع، تتحول النباتات الى مواد كربونية، او اللي هي المواد الكربونية اللي جوه في النباتات تتحول لفحم او ما يسمى بالكربونيزيشن او كوليفيكيشن. ده مراجع بتشرح التفحم، ده مش كلام انا الشخصي، ده المتفق عليه في التفحم. حتى دائرة المعارف ويكيبيديا ده اللي عرفته برضه، يعني ده مش كلام غريب اللي انا بقوله. يعني انت عايز التفحم دايما يكون فيه ميه بتشيل معاها طبقة رسوبية تغطي الغابة وتغطيها تماما بالطبقة الرسوبية دي، تدفنها وتضغطها فتتحول الغابة لفحم. ده اللي بيحصل. ما عندناش خلاف في موضوع التفحم، ولكن الخلاف كالعادة ليس في الملاحظة العلمية ولكن في الاستنتاج. لأن من هم ضد الخلق بيدعوا إن التفحم بيحتاج أيضا لزمن طويل جدا، عشرات الملايين من السنين. عشان كده دايما يدعوا إن بداية التفحم بدأ يحصل في الحقبة الزمنية بتاعة الكربونيفرس اللي هي من 350 مليون سنة، ويستغرق ملايين السنين عشان يحصل. آدي مرجع يتكلم على هذا الأمر، وآدي آخر بيتكلم على نفس الموضوع. لكن لو تفتكروا اللي كان متابع معايا الجزء الثاني لما كنت بتكلم على أدلة قصر عمر الأرض، وقدمت أدلة كتيرة منها معدل تكوين مياه من البراكين ومعدل تزايد ضغط البترول، لأن القشرة الأرضية لا تتحمل ضغط بترول أكثر من 10,000 سنة. وأيضا درسنا معاها الفحم، إن الفحم ممكن يتكون بسرعة. لو عندك قطعة خشب عرفت تضغطها تحت طبق رسوبية مية ورملة مع ضغط وحرارة مرتفعة قليلا 40 درجة مئوية، هتتحول لفحم. آدي مرجع قدام حضراتكم بيشهد على هذا الأمر وتم تجربته قبل كده. جيولوجي اوف كول سنة 1940 بيشرح هذا الأمر بالتفصيل. بل أيضا دراسة إي مور أثبتت أن تحول الخشب يتحول لفحم هو ممكن يتم في وقت قصير جدا لو ظروف مناسبة زي ضغط عالي. يعني حتى لو ما رفعتش الحرارة، هي دوبك في درجة حرارة الغرفة، ولكن الضغط كان مرتفع قوي، الشجر يتحول لفحم. طب إيه الظروف اللي حولت الغابات يبقى عليها ضغط عالي جدا فيتحول الأشجار الغابات تحت الطبقة الرسوبية دي إلى فحم؟ إيه الظروف اللي حصلت اللي فحمت غابات العالم في هذا الوقت؟ صعب إن أنت تلاقي طوفان أو فيضان محلي. أنا شفت حاليا الصيف اللي فات حصل في منطقة قريبة مننا مية ارتفعت فاضت في مدينة معينة، غرقت المدينة في بضعة ساعات، ولكن الخشب ما اتفحمش. ليه؟ لأن المية ارتفعت مقدار متر. ده كانت كارثة، دمرت المدينة تماما تقريبا.
لكن الخشب ما اتفحمش، الخشب كان عايش زي ما هو، الشجر ما حصلوش حاجة، شجرتين ثلاثة وقعوا وحتى ما اتفحموش. انت دايما محتاج مية ضخمة أعلى بكتير من ارتفاع الأشجار، حتى لو ممكن يكون فوق جبل أو فوق قمة جبلية. المية دي تجيب معاها طبقات رسوبية تغطي الغابة بأكملها، وبسبب ارتفاع المية العالي قوي بيبقى فيه ضغط مرتفع على البوصة المربعة. بسبب الضغط الجبار ده كله بتتحول الغابة لفحم، والتفحم بيحصل في زمن سريع مش بطيء. ده برضو نلاقيه في زمن الطوفان، وده اللي يشهد عليه. فدي صورة قطعة خشب تفحمت لأنها وضعت في ظروف مناسبة للتفحم رغم من آثار الفاس عليها. فدي ما ينفعش نقول عليها من زمن الكربونيفرس ولا زمن الكريتيشيوس ولا غيره. بعض قطع الأشجار اللي قطعوها بالفأس وتركت واتدفنت وعليها علامات الفأس اللي قطعها، نوها بالفعل متحجرة. أيضا في إيطاليا في بعض القطع الفحم أرخوها بتاريخ البليوسين، ولكن اتضح علامات قطع البشر ليها. فازاي أرخوها بزمن البليوسين من 25 مليون سنة وهي مقطوعة بواسطة الإنسان؟ هذا المرجع اللي يحب يرجع لها ويتأكد من هذه المعلومة. كل ده بيؤكد خدع الأعمار الطويلة للتسيب وللتحجر وللتفحم المزعومة. أيضا اكتشفوا تماثيل خشبية متحجرة في طبعا كان ما بيدعم هي ملايين من السنين. هل يا ترى الديناصورات كانت بتنحت التماثيل؟ دكتور روبرت جنتري اتكلمنا عنه قبل كده، قدم ابحاث عن معدل التفحم فاثبت ان هو وعملها بالتجربه العمليه قدام كل الناس. جاب قطعه خشب حطها في ميه في اسطوانه حراريه، غلق الاسطوانه ورفع الحراره الى 160 مئويه لمده اسبوعين، اتفحمت. تجربه تانية تمت ان هم وضعوا قطع خشب في ميه تحت ضغط مرتفع قوي في حراره بسيطة 40 درجة مئوية، تفحمت أيضا. علماء مركز إرجون البحثي نشروا في 21 ديسمبر 1983 في مجلة أخبار الهندسة والكيمياء صفحة 42 إن هم نجحوا في تصنيع الفحم من خشب طبيعي، وأثبتوا قالوا لا، التفحم مش زي ما كان يقال إن هو محتاج ملايين السنين، لا ده بضعة شهور يحصل التفحم ده. حتى مجلة نيتشر في 28 مارس 1985 صفحة 16 قالوا يقدروا يصنعوا الفحم في الطبيعة في أقل من سنة لو في الظروف المناسبة زي الضغط المرتفع. لمعظم إن لم يكن كل مناجم الفحم في العالم اللي هي مفترضا هي سواء من زمن الكربونيفرس ولا الترياسيك ولا الجوراسيك ولا غيرها، بنلاقي فيها أشياء عجيبة ما تنفعش تبقى بالصدفة بتاعت صنع إنسان. طبقة فحمية من زمن الترياسيك، قطعة فحم لقيوا فيها جرس من صنع إنسان. طب إزاي ده وصل لسنة 300 مليون سنة؟ إزاي؟ هذا المرجع اللي حابب يراجع الموضوع ده. إزاي لقوا جرس من صنع إنسان جوه الفحم في هذه الطبقة اللي مفترض إن هي من 300 مليون سنة؟ في واحدة تانية لقوا سلسلة ذهب. أيضا وجدوا أحجار عليها نقوش بشرية أثناء حفرهم في مناجم فحم، ناس كانت بتنقش على الشجر، الشجر ده تفحم، قالوا على الطبقة دي عمرها 350 مليون سنة. 350 مليون سنة ليه؟ أنت عندك الناس كانت بتنقش عليها وبتكتب. هذا مرجع قدام حضراتكم اللي يحب يرجع له. أيضا وجدوا وعاء حديدي من صنع انسان جوه الفحم ده. الطبقه دي كانت المفترض ان هي من 300 مليون سنه، طب ازاي الاقي وعاء بتاع بشر جوه طبقه فحم المفترض ان هي من 300 مليون سنه؟ ازاي؟
الغريب ان مؤيدي التطور يرفضوا هذه الادله رغم ان هي ما تنفعش تترفض، لان ما يقدروش يقبلوا بقصر عمر الارض، لان لو قبلوا بقصر عمر الارض يعني التطور ما حصلش، يبقى لازم في اله خلق، ده يهدم عقيدتهم الالحاديه تماما. فواحد زي مايكل كريمو ده كان اتزنق في الاسئله قوي بالادله دي، فقال ان هو يفضل ان يقول كائنات فضائيه جات وسابت الاوعيه بتاعتها دي من 300 مليون سنه، على انه كان في بشر موجودين اثناء ما كان حصلت الطبقات الفحميه دي. ده في مره من المرات هنتكلم على حاجه لقوا اثار شبشب بني ادم في طبقه بتاعه ديناصورات لحاجه معينه هوريه لحضراتكم. اتسأل فيها عالم من علماء البليونتولوجي، قعد يقاوم ويكافح ويرفض لغايه ما في الاخر قال يمكن كائن فضائي جه كان بيتمشى. قالوا له كائن فضائي جه ماشي بشبشب زنوبه؟ كائن فضاء هيجي من اخر الدنيا لابس فرده زنوبه؟ الناس دول لو العلم اثبت خطا التطور هيفضل التطور صح والادله العلميه دي خطا، لانهم لن يقبلوا. زي ما اتكلمنا مع حضراتكم على موضوع الكربون المشع، معظم المقاييس بتاعته بتترفض لانها ضد المفترض للتطور، يبقى الكربون المشع في الحاله دي خطا لان التطور صح. المقياس الاشعاعي زي البولونيوم هيرو خطا لان التطور صح. ال 60 مقياس اللي قلت لحضراتكم عليهم بدون ما يوجد عندهم رد ضدهم بيرفضوهم تماما لأن التطور صح، فالتطور حتى بدون أدلة هيفضلوا يقولوا عليه صح مهما حصل، فالموضوع مش أدلة علمية أثبتت، الموضوع عقيدة، حتى الأدلة العلمية لو أثبتت خطأها برضه هيفضلوا متمسكين بيها. كل ده فقط عشان يرفضوا وجود خالق، عشان كده بيدعوا هذه الأعمار عشان تكون مناسبة للتطور، عشان يقولوا الكائنات وجدت بالصدف العشوائية. هادي نرجع هتلاقيه بيتكلم على هذه الامور بالتفصيل اللي يحب يرجع. المهم كل ده يؤكد ان التفحم مش من 350 ل 150 مليون سنه مضت زي ما بيدعوا، ده مش صح. ده فقط من زمن الطوفان اللي هو العامل الوحيد الكوني المناسب تماما ان الغابات الضخمه دي كلها تدفن مع بعض بسرعه شديده بطبقه رسوبيه ضخمه وضغط ميه عالي جدا رهيب يفحم الغابات بسرعه. في سنه 1868 ميلاديه اكتشاف غريب، هو اكتشفوا كتابات هيروغليفيه في منجم فحم في اوهايو في امريكا. مفترض ان عمره المنجم ده 260 مليون سنه. الرسومات دي اللي تشبه الكتابه الهيروغليفيه، يا ترى ايه اللي وداها لهذا المنجم؟ في شهر مارس سنة 2013 اكتشفوا عظام بشرية في طبقة فحم المفترض ان هو من زمن الكريتيشيوس من 150 مليون سنة، يا ترى البشر كانوا قاعدين بيعملوا ايه في طبقة من 150 مليون سنة؟ ولا يا ترى الطبقة دي اصلا مش من 150 مليون سنة ولا حاجة، دي كلها من زمن الطوفان. نقطة أخيرة في الجزء ده قبل ما أقفل الموضوع، البعض بخدعة ذكية أو بحجة ذكية بيعترضوا بيقولوا بس كمية الفحم اللي موجودة على الأرض حاليا على سطح الأرض حاليا ضخمة، موجودة في أمريكا وفي روسيا وفي الصين وفي غيرها من بلاد العالم، مناجم الفحم ضخمة بالفعل. بيقولوا حاليا لو كل أشجار العالم حاليا اتفحمت كلها مش هتدي ربع كمية الفحم اللي موجود في مناجم الفحم. معايا؟ اللي فهمني يكتب لي 7، اللي ما فهمش اوضح السؤال ده مره ثانيه او الحجه دي مره ثانيه يكتب لي 5. كويس. فبيقولوا طيب لو كميه مناجم الفحم اللي موجوده عندنا الضخمه دي كلها، لو الارض كلها كل الشجر اللي موجوده على الارض حاليا اتفحم مره واحده مش هيدينا غير ربع كمية الفحم ده، برضه يبقى ده يثبت خطأ الطوفان. صح ولا غلط؟ نقطة مهمة، اختلاف حجم الأشجار، ولكن خلينا ناخد الموضوع باختصار شديد، مرة من المرات هتكلم عنه بالتفصيل.
الحقيقة مين قال إنه بالفعل حجم الأشجار حاليا وكمية الأشجار اللي موجودة حاليا تساوي أشجار الماضي؟ مين قال؟ بالفعل دي نقط مهمة. الظروف قبل الطوفان كانت تختلف بكتير عن اللي موجودة حاليا. الدراسات اللي بتتم على الفقاعات الهوائية المحبوسة في الكرات الصمغية أو العصارات من الأشجار القديمة أوي اللي مدفونة في الطبقات الرسوبية، لما بيحللوا الفقاعات الهوائية بيلاقوا نسبة الأكسجين 36% مش 21% زي حاليا. نسبة ثاني أكسيد الكربون بتقرب أكتر من حاليا بكتير، فيها بتوصل تقريبا ل1%، يعني مناسبة أكتر للنباتات. الضغط تقريبا قرب 2 ضغط جوي من اللي احنا موجود عندنا حاليا. حفريات النباتات القديمة عشرات أضعاف حجمها الحالي، أحجامها عملاقة جدا عن الحالي، بيدي فحم أكتر بكتير. حاجة تانية بيخبرنا عنها الكتاب المقدس مهمة ولازم نفهمها، ظروفنا قبل الطوفان المياه كان شكلها إيه على سطح الكرة الأرضية؟ البحار دي كانت متجمعة، مجتمع المياه بعابي حارة زي ما بيقول سفر التكوين 1:10، يعني مش زي حاليا قارات تمثل اليابسة تلت سطح الأرض والتلتين بحار ومحيطات. لا، الماضي كان العكس، ده كان ثلثي سطح الأرض كان يابسة وأقل من التلت كان غالبا مية، على عكس الآن، أو بل بالعكس أكتر من العكس، أكتر من التلتين كان هو اليابسة. وطبعا ما كانش فيه الصحراء الكبرى الضخمة اللي موجودة في أفريقيا، ما كانش فيه صحراء جبل العملاقة اللي موجودة في الصين، ما كانش فيه الصحراء اللي موجودة في نيفادا وغيرها في أمريكا. ده الأرض كلها كانت متغطية بنباتات. التصحر ده حاجة حديثة ودرسناه مع بعض، عشان كده الغطاء النباتي اللي كان موجود في قبل الطوفان كان أضعاف مضاعفة للي موجود حاليا. ده بالفعل لو اتدفن مرة واحدة بمياه الطوفان وهو الكمية بتاعته عشرات أضعاف الكمية الحالية، ده هيدينا الفحم أضعاف كمية الأشجار، أضعاف كمية الفحم اللي هي ممكن تنتج من الأشجار الحالية. الموضوع ده هندرسه بأكثر تفصيل لما نوصل لقسم التطور والجيولوجيا، وأيضا في بعض الموضوعات المتعلقة بالطوفان، لكن حبيت أشير إليه لأن دي دايما نقطة من النقاط اللي ممكن تلاقي واحد من الأذكياء اللي رافضين للخلق ومؤيدين للإلحاد والتطور ممكن يستغلها ويخدع بيها البعض. حبيت أقولها في عبور سريع، ولكن هنجيلها بالتفصيل إن شاء الرب.